رئيس تونس يتصل بالرئيس السيسي ويوجه رسالة هامة للجيش المصري. ننشر التفاصيل وعاجل. الرئيس السيسي يتحدث عن قضية مصر الأولى وموقف مصر من الحرب. وفي رد فعل صادم، مبروك عطية يهاجم سيدة تعترف بخيانة زوجها. وتعليق خارج من مصر على الاتفاق المصري الروسي بخصوص سوريا. ووزارة النقل تزف بشرى سارة وتعلن تثبيت أول قطار على مسار المونوريل للعاصمة الإدارية الجديدة. ننشر التفاصيل الكاملة. وننشر تفاصيل قضية غامضة، شهاب طالب ثانوي راح الدرس ومرجعش. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل لـ 1000 لايك على هذا الفيديو أو 2000. وصلونا لهذا الرقم وادعمونا. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر فعلا ووطني فجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. ورئيس تونس يتصل بالرئيس السيسي ويوجه رسالة مهمة للجيش المصري. وهنأ الرئيس التونسي قيس سعيد نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى حرب اكتوبر قائلا ان الجيش المصري حقق فيها انتصارا غير مسبوق. وذكرت الرئاسة التونسية ان سعيد أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس السيسي هنأه فيه بالذكرى 48 لحرب اكتوبر التي خاضها الجيشان المصري والسوري عام 73 ضد الكيان الصهيوني. وقال سعيد في الاتصال ان الجيش المصري حقق انتصارا غير مسبوق ومعجزة عسكرية بكل المقاييس، بتمكنه في ظرف ساعات من عبور قناة السويس وعبور خط بارليف. واضافت الرئاسة التونسية أن المكالمة مثلت فرصة لاستعراض علاقات الأخوة المتينة والمتميزة قائمة بين البلدين، والتأكيد على العزم الثابت المشترك لتنويعها وتدعيمها. وختمت الرئاسة بأن سعيد وجه الشكر للرئيس السيسي على الجسر الجوي الذي أذن به لمساندة تونس عشان تحارب الوباء. قالت إن ذلك زاد في ترسيخ روابط التضامن والتآزر بين الشعبين الشقيقين. مصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا رئيس تونس قيس سعيد شخص قمة في الاحترام، ربنا يحفظه إن شاء الله، وتحية طيبة ليه. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. الرئيس السيسي يتحدث عن قضية مصر الأولى وموقف مصر من الحرب. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تسعى دائما لتحقيق السلام ولم تسعى يوما للحرب أو للنزاعات من أجل تحقيق أطماع غير شرعية أو الاستيلاء بدون حق على مستحقات الآخرين. الرئيس السيسي أضاف خلال الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، تمر الأيام وتتعاقب السنوات وتتبادل الأفكار وتتغير أشكال الصراعات والحروب التقليدية التي اعتدنا عليها في الماضي، حيث أنها تحولت اليوم إلى حروب غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها. وتابع أن قضية مصر الأولى الآن هي قضية الوعي الذي أصبح مسؤولية مشتركة على الشعب جميعا. وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحية لبطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات صاحب قرار العبور وصاحب النصر العظيم في أكتوبر. رئيس السيسي أضاف أن مصر حاربت واستردت أرضها، لافتا إلى أنها تسعى دائما لتحقيق السلام. مصدر معنا كان من صدى البلد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وفي رد فعل صادم، مبروك عطية يهاجم سيدة تعترف بخيانة زوجها. تلقى الدكتور مبروك عطية سؤالا من إحدى المتصلات على قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، روت فيه خيانتها لزوجها دائما وطلبت منه طريقة للتعامل مع زوجها غير العاطفي حسب ما وصفته. أنا بعرف رجالة على زوجي ومش عارفة بطل، وهو طيب وكويس معايا بس ضعيف عاطفيا، إزاي أقدر أغيره عشان يبقى رومانسي؟ وأجاب الدكتور مبروك عطية على السؤال السابق قائلا أنا لا أعرف نوع العاطفية التي تتحدثين عنها، ولكن كل ما أعرفه إنك راكبك شيطان يوسوس ليكي
واستكمل كلامه: أنت تعرفي رجالة على جوزك، وهذا يدل أنك تمشين في طريق الشيطان وطريق الفاحشة والفسق. عطية أوضح في فيديو بثه على قناته الرسمية على يوتيوب أنه لا يصح للمسلمة حتى غير المتزوجة أن تعرف رجالا أو ترتكب جريمة الزنا أو تكشف على أحد ليس زوجا لها أو أحد محارمها. عطية تابع وقال بأن الزواج إما موفق أو غير ذلك، وقال إن الموفق قشطة على حد تعبيره، وإما الزواج غير الموفق فقد قال الله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهذا هو علاج الدين للبيوت الخائبة، فقد حلها الله في ربع آية. واستكمل مبروك الإجابة على سؤال أنه بعد انقضاء الثلاثة أشهر فترة العدة فوقي للقوي عاطفيا، قائلا: اللي يخلينا ما نعرفش رجال ربنا ليست عاطفة الزوج أو عدم عاطفته، حيث قال الله: ولا تقربوا الزنا. واختتم عطية الإجابة على السؤال بأن القول النهائي في حل المشكلات الأسرية هو قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي استمرار بمعروف أو فسخ بمعروف. وأما علاج معرفة الرجال فجهنم. مصدر معانا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. طبعا يعني احنا متعودين على أسلوب الشيخ مبروك عطية، هو أسلوبه يعني ظريف وجميل جدا، ولكن في شيء من الحدة. وأترك ليكم التعليق هل أنتم مع كلامي أم لا. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتعليق خارج من مصر على الاتفاق المصري الروسي بخصوص سوريا. علق نواب ومفكرون مصريون في تصريحات لصحيفة RT على التوافق الرؤى بين مصر وروسيا بشأن الملف السوري. قال اللواء طيار سيد خضر رئيس جمعية الصداقة المصرية السورية أن العلاقات المصرية الروسية تتجاوز كونها علاقات ثنائية بين الدولتين، نظرا لأهمية كل دولة في محيطها الإقليمي وتأثيرها الدولي، بالإضافة لاتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقع بين الدولتين في مدينة سويتش الروسية في أكتوبر 2018. كما أشار المفكر إلى أن هناك توافق بين مصر وروسيا بشأن عودة سوريا للجامعة العربية وضرورة إعادة الإعمار في سوريا، وهي عملية مكلفة للغاية بعد كل تلك السنوات من الدمار، وهو أمر لا تتحمله ميزانية أي دولة بمفردها. من جانبه أكد اللواء عصام العمدة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري أن مصر لا تألو جهدا لإعادة سوريا لحضن الجامعة العربية، قائلا: القاهرة رأت أن الوقت قد حان لتلك الاستعادة الهامة والضرورية، والوضع مهيأ لذلك، ويمكنني أن أصف ذلك باللحظة المواتية مع تصاعد أخطار تهدد الأمن القومي العربي. من جهته قال علاء عصام الجعودي الإعلامي والنائب بالبرلمان المصري إنه وبصفته عضوا بمجلس النواب يرحب كل ترحيب بعودة سوريا للجامعة العربية، ذلك أن سوريا واجهت حربا قوية من قوى ظلامية. وأشار إلى أن روسيا دولة عظمى لها التقدير والاحترام في الوطن العربي لمواقفها الداعمة لقضايانا، وهو أمر لا خلاف عليه. مصدر معنا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض لخبر صار جدا. وزارة النقل تزف بشرى سارة وتعلن تثبيت أول قطار على مسار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة. ننشر الآن التفاصيل الكاملة. أعلنت وزارة النقل تثبيت أول قطار مونوريل على مسار مونوريل شرق النيل العاصمة الإدارية أمام فندق الماسة عند محطة مدينة الفنون داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكدت الوزارة أن هذا المشروع يعتبر إحدى وسائل النقل الأخضر الحديثة. الوزارة قالت أنه وصل حتى الآن القطارين الأول والثاني من عدد 40 قطاراً سيتم توليدهم لمشروع مونوريل شرق النيل العاصمة الإدارية، كما وصل القطار الأول من عدد 30 قطار سيتم توليدها لمشروع مونوريل غرب النيل 6 أكتوبر، كما يجرى تصنيع باقي أسطول الوحدات المتحركة لمشروع المونوريل والتي ستصل تباعا وفقا للجدول الزمني المحدد. وأضافت وزارة النقل أن الطول الإجمالي للمشروعين 98.5 كيلومتر بعدد 35 محطة، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط من خطي المونوريل 600 ألف راكب يوميا،
ويتكون قطار المونوريل من عدد 4 عربات، ومن المخطط زيادة عدد العربات ل8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدم بها. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا الصور مفرحة جدا، صور يعني تركيب أول قطار من المونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، طبعا شيء مفرح وصار جدا وهيخدم ناس كتير. ننتقل مع بعض لآخر خبر معانا، وننشر تفاصيل قضية غامضة. شهاب طالب ثانوي راح للدرس ومرجعش. في 11 صباحا الأحد الماضي ذهب إلى الدرس الأول وخرج منه، وكان من المفترض أن يذهب لدرس ثاني، ولكنه اختفى تماما وأغلق هاتفه ليجعل أهل شهاب وليد 18 سنة وأقاربه في حيرة بسبب غموض اختفائه، لتبدأ رحلة البحث عنه وهم في حالة من القلق والرعب على مصيره. يحكي محمود النجار صديق شهاب للوطن أن الأخير خرج كعادته من بيته بقرية بلقينة التابعة لمركز المحلة الكبرى في الغربية، متجها لأحد مراكز الدروس الخصوصية منذ 3 أيام. أضاف أنه حضر الحصة بطريقة طبيعية وخرج لم يعرف له أي طريق حتى الآن. كان مفروض وراه درس تاني الساعة 12، بس هو خرج من أول درس وبعدين اختفى تماما وتليفونه اتقفل خالص ومش عارف له أي مكان لحد دلوقتي. مرت الساعات وشهاب الذي يدرس في الصف الثالث الثانوي لم يعد إلى بيته، فخرجت والدته وأقربه يبحثون عنه في الشوارع بطريقة عشوائية، يسألون عنه كل من يقابلونه، وذهبوا للمستشفيات وأقسام الشرطة ولم يتمكن أحد من العثور على أي شيء حتى الآن. وبحسب صديقه محمود لحد دلوقتي أهله بيدوروا عليه في كل حتة ومش عارفين له أي مكان. هو متعلق بوالدته جدا وصعب يكون بعيد عنها بمزاجه، وما فيش أي خلاف بينهم لأنه مش بتاع مشاكل. تطرق محمود في الحديث عن آخر لقاء بينه وبين شهاب الطالب المختفي، أكد أنه رآه يوم الجمعة الماضي وكان يضحك بطريقة طبيعية ولم يظهر عليه أي علامة من الحزن. وفي صباح اليوم حررت والدة شهاب محضرا باختفائه في قسم شرطة المحلة الكبرى على أمل أن تعثر على ابنها في أقرب وقت ممكن. ربنا رجعه يا رب بالسلامة لأهله بإذن الله، ويصبر أهله لحد ما يرجع يا رب بإذن الله. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، كان معكم إسلام الأمير وأيضا أبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، تحية طيبة ليه لأنه بيتعب معانا، وإن شاء الله أشوف حضراتكم في أقرب أخبار ممكنة. ما تنسوش تكونوا عاملين متابعة للصفحة، الضغط على الزرار الأزرق فوق الفيديو عشان تجيلك أهم الأخبار أولا بأول. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.